بالنسبة لدواعش، الفتيات اليزيديات يعتبرون بالنسبة لهم سلعة وملكية، ومثل ما أنت شخص يهرب من المدينة فيأخذ الشغلات الثمينة معه القابلة للنقل، فيأخذ الذهب ويأخذ الفلوس ويأخذ الفتاة لأن يقدر يبيعها. من 7000 لل 15 14000، ولكن يتم تسليمهم في منطقتهم. ألا تعتقد أنه أنتم إذا دفعتوا فلوس لداعش هذا بيساعدهم في عملياتهم؟ لا، هذا المبلغ مستحيل يصل إلى قيادتهم أو يستعملوها لغرض. لديهم أسلحة ولديهم هذا. الشخص الداعشي الذي يتم بيعه يخاف كثيرا ويهيئ للهروب، يهيئ للهروب من منطقة داعش، لأن إذا كشفوا سره بأنه باع الصبية إلى الإيزيديين، ما يسمونه بأنهم كفار، وجريمة كبرى يعاقب بها من يبيع الصبية لأهلها. الجهات القضائية المختصة هي بتقوم بعملها، وهي بتقوم وهي عبر التحقيقات المتعاقبة راح تقدر توصل لنتيجة إما كان هذا الشخص فعلا متورط مع التنظيم في موضوع سبي نساء الإيزيديات أو هو غير متورط بهذا الشأن. زكيفرده بس فقط اشبر روجي هذا من خدونا مال ده بيدر اذا بيغرف اذا قرتني المام محمو نحن خربون البرجر نبرين اب مال اخر حسن بس خالتين بو